الخبر الأولاني من وزارة التجارة والصناعة. وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قالت إن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة 2.4 مليار جنيه، وده بعد استقطاع جميع المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز المستحقة على المصدرين. الوزيرة أوضحت إن إتاحة المستحقات المالية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ومساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، وأشارت إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق هيساهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.